معي من دبي أيمن عيتاني الخبير في الإعلام الاجتماعي. أيمن، هي خدمة غريبة نوعا ما، كيف يمكن تصنيفها من الناحية الأخلاقية؟ هلا يعني الطريقة يلي بيتعامل فيها فيسبوك مع الحساب الشخصي بعد الوفاة، هيدي شغلة من زمان عم يضل يحسن فيها فيسبوك لتكون مناسبة أكثر، خاصة إنه الموضوع الحساس. وهلا عن جديد يلي عملته فيسبوك هو سمحت لأنك تعين شخص وريث للحساب ليقدر يحسن فيه ويعدل فيه للحساب بعد الوفاة. صار في كتير ناس عم تحكي فيها هذا الموضوع لأنه موضوع جديد إنه واحد يعمل توريث لحساب رقمي شخصي لشخص معين. وكمان في شريحة كبيرة من الناس يلي على فيسبوك هلا يلي عندهم هيدي الخدمة موجودة لهم، بعدهم لهلا ما فكروا ولا مرة بتوريث معين، وكمان بفئة عمرية معينة ما عندهم أملاك، ما عندهم منزل، يمكن عندهم سيارة، فما فكروا بقى، ما وصلوا لمرحلة عمرية معينة ليفكروا بهالموضوع. فلما طرحت هيدي الفكرة صار في تفكير بكيف يعني مين الوريث، كيف تنعمل وعلى أي أساس. أخلاقيا هل هي جائزة أيمن وأنت خبير في الإعلام الاجتماعي؟ هلا في كذا مره من الاهل والاصحاب للناس توفوا اشتغلت معهم، لما يخسروا هالشخص في عندهم ناس بتصير بتحكي، يعني الاصحاب والشخص اللي بيعرفوه بصير بيحكوا معه مع ذكراه على فيسبوك، وهن حابين شوي يقدروا يجمعوها بمحل واحد ويجملوا اخر صوره، فهي نوع من اخر تجربه لهم. فكانوا عندهم معاناه معينه بهالموضوع يلي فيسبوك واعي لا عم بيحسن فيها، فهيدي نوع من تحسين يلي بعد بده شغل، بس نوع من تحسين له يلي بتطرح للناس يلي حولها الشخص يلي توفى انه يهتموا يلي بقى من صورته الرقميه. طب يعني ما فائدتها بالنسبه لفيسبوك؟ ما جدواها؟ يعني مستخدمين اكثر، اموال اكثر، ما الفائده؟ من جهة فيسبوك هي نوع من تنظيم معين، لأنه عنده عدد هائل من الناس فيسبوك، وكل يوم في عدد يعني في كذا مليون شخص من فيسبوك اللي ما عم يكونوا موجودين بقى. فهول فيسبوك لازم يقدر يشتغل مع هالحسابات، يعرف هذه الحسابات إذا هي وهمية حقيقية، صار في وفاة عن جد، أو الشخص بطل موجود على فيسبوك. هيدي بتهمه ليعرف يعني عدد الناس اللي عنده يلي هن بيتفاعلوا وموجودين على هالخدمة. هيدي بتأثر على فيسبوك كاستعمال عام له. أيمن عيتاني الخبير في الإعلام الاجتماعي من دبي، شكرا لك.